تأسست القائمة الأكاديمية كردة فعل على الوضع السائد بين الطلبة في كلية الطب عام 1995، وأتت ردة الفعل هذه لغاية سامية وهي توحيد الصفوف لخدمة الجمع الطلابية. ومنذ تأسيسها إلى يومنا الحالي، والقائمة الأكاديمية تسير على نهج ثابت يحكمه دستور وتضبطه مبادئ. لم تقتصر على القول فقط، بل امتثلت بالعمل، وهي تهدف إلى نشر فكر وترك أثر داخل وخارج أسوار كلية الطب. في انتخابات العام النقابي 2021-2022 خسرت القائمة الأكاديمية بمقاعد الرابطة بعد أن تولتها لمدة 4 سنوات منذ عام 2017 بثاني أكبر فارق أصوات في تاريخ الكلية. كانت فعلا صدمة وما كنا متوقعينها. أكذب عليكم إذا قلت لكم ما ضايقتنا، أكيد ضايقتنا بس كلش ما زعزعتنا. بعد الخسارة ما حد رضى باللي صار، والكلمة اللي كلنا سمعناها وإحنا طالعين كانت لنا حافز، فشكلنا هيئة من 13 عضو هدفها بس رد الروح بالقائمة الأكاديمية. روح الأكاديمية عمرها ما كانت متعلقة بخسارة أو فوز ولا معتمدة على 13 شخص من الهيئة. روح الأكاديمية ثابت وراسخ بقاعديتها اللي آمنوا بمبادئها وفكرها وثبتوا عليه. روح الأكاديمية موجودة بأن احنا كلنا مع بعض، دائما لما كان في شخص يتحبط كل اللي حوالينا يرفعون معنوياته ويساعدونا. بالنسبة للشغل فكلش ما أشوف أن الخسارة أثرت علينا، بالعكس قوتنا وردتنا أقوى من قبل وظلينا متمسكين بمبادئنا. وبعد عام كامل من جهود عاملين وعاملات القائمة الأكاديمية بات الأمر واضح بأن الجموع الطلابية آمنت بأن مكان القائمة الأكاديمية الصحيح هو مقاعد جمعية طلبة الطب الكويتية، وتقلص فارق الأصوات من 77 صوت إلى 3 أصوات خلال عام واحد فقط. لما شفت الفرق 3 حسيت أنه صار مستحيل، وشيء أول مرة يصير بتاريخ كلية الطب أن نطيح الفرق من 77 إلى 3، فكلنا حسينا إن هذا الوقت وقتنا وصار فينا حماس كبير لننجز ونخليها سنة استثنائية. انتخابات اللي طافت كان في شعور وايد حلو، لأن حزتها كل شخص مؤمن بالقائمة الأكاديمية ساعد وما قصر. وخلال أقصر سنة نقابية بتاريخ كلية الطب، خلال 10 أشهر بس، من 77 -3 بس. أول ما دشيت الكلية تعرفت على القوائم، قلت حق نفسي ضروري أنا أكون جزء من هذا العمل الجماعي. وأول ما شفت القائمة الأكاديمية بالذات استوعبت أن مبادئها تمثل توجهاتي وانتماءاتي وبيئتي بشكل مو طبيعي. واللي حبيته فيها أن القائمة الأكاديمية هي واجهة مصغرة عن المجتمع الكويتي كل فئاته وأطيافه، وتسعى لخدمة الطلبة بكل مجال من خلال خدمات ترفيهية، تثقيفية، اجتماعية وطبية. من كثر ما حسيت أني أنتمي لهذه القائمة كنت أحرص على حضور كل الإيفنتات، والحمد لله أنا وزملاء دفعتي بسنة أولى قدرنا ننظم إيفنت بعنوان Mental Health and Children. طبعاً اللي أكبر منا ما قصروا ويانا أبداً، استفدنا وايد من خبراتهم. والحمد لله لأني نظمت الإيفنت زادت ثقتي وقدرت أصير Head of Public Relations من أكبر الإيفنتات اللي تنظمها القائمة الأكاديمية Teddy Bear Hospital. حملة Take Action هي حملة توعوية نظمها القائمة الأكاديمية كل سنة، لأننا نؤمن أن كل دقيقة تفرق في إنقاذ روح. قدرنا نوعي أكثر من 2500 شخص شلون يتعامل في حالات الطوارئ، مثل حالات الإغماء، حالات النزيف الحاد. كوني كنت جزء من اللجنة المنظمة وايد استمتعت في هذه التجربة، وقدرنا نأدي دورنا كطلبة طب في المجتمع. حملة أكاديمية Teddy Bear Hospital هي حملة قيمها القائمة الأكاديمية من 2014 لغاية اليوم، وفيها نكسر حاجز الخوف بين الأطفال والدكاترة. قررت هالسنة أن أنا أشارك في الحملة كرئيسة للجنة التنظيمية. فيها قدرنا نكسر حاجز الخوف بين الأطفال والدكاترة لأكثر من 1700 طفل، وشاركوا أكثر من 750 طالب وطالبة بالحملة. بهالنوع من الحملات إحنا نقيمها كل سنة بهدف إن إحنا نكسر الجو وروتين الدراسة. كلنا نعرف إيش كثر المؤتمرات الطبية ضرورية بالنسبة لنا كطلبة طب، وعشان كذي حرصت القائمة الأكاديمية على مدى السنين بأنها تقيم مثل هذه المؤتمرات سواء داخل الكويت أو خارجها، ويكون بتنظيم طلابي كامل. والحمد لله شاركت كجزء من اللجنة المنظمة لمؤتمر Insights into Internal Medicine اللي صار في قطر، وكان CME Accredited. لما نتكلم عن اللجنة الثقافية في القائمة الأكاديمية، هذه اللجنة عطت عهد حق كل شخص من قواعد القائمة أن هي راح ترد بشكل أقوى خلال هالسنة، وأن هي راح تنجز بشكل أكبر. فرجعنا لكم بنادي تفكر بأكثر من حلقة نقاشية وبمتوكس، وقدرنا أن احنا نطور متوكس ونسوي المتوكس سيمبوزيوم
اللي جمع أكثر من 6 تخصصات بحيث أن تعرف الطلبة على هذه التخصصات اللي ودهم أنهم يتخصصون فيها بعد ما يتخرجون من كلية الطب. وكانت لنا بصمة واضحة في المجالات الثقافية. خلال هالسنة قدرنا أن ننظم أكبر بطولة مناظرات على مستوى دولة الكويت. ومن بداية السنة وعدنا الجموع الطلابية أن راح يكون لنا إنجاز ثقافي دولي، وفعلاً بالتعاون مع مؤسسة قطر قدرنا أن نوفر 5 مقاعد مدفوعة التكاليف للطلبة لحضور مؤتمر تيد بالعربي اللي تنظمه دولة قطر في الدوحة. كل هالإنجازات تحققت والقائمة الأكاديمية ما زالت قائمة لا تملك كل الصلاحيات، فما بالكم إذا وصلت لمقاعد الرابطة. وحرصت القائمة الأكاديمية على العمل الإنساني من خلال إنشائها لفريق بصمة الخير اللي كان أثناء رمضان وأنا كنت عضوة فيه، وعن طريق هذا الفريق قدرنا أن نوزع ماتش لترمضان على الأسر المتعففة، وزرنا مستشفيات، وهم قدرنا أن نسوي كسوة العيد، وحبينا أن نسوي إفطار الصائم لكن بطريقة جديدة، فدخلنا إيفنت Missions of Kindness اللي هو إيفنت إنساني سنوي مع إفطار الصائم، وكان هذا الإيفنت ناجح جدا، وقدرنا من خلال مساعدة الطلبة أن نوزع أكثر من 300 إفطار صائم. حرصت أن من خلال اشتراكي في هذه اللجنة المنظمة أن نحبب ونسهل العمل الإنساني لدى طلبة الطب، لأن الطب هي مهنة إنسانية، وهذه الإنسانية أبدا لا تقتصر على مجالنا. القائمة الأكاديمية حتى وهي قائمة، يعني إحنا دائما نقول الرابطة عمرها ما كانت غاية، الرابطة هي وسيلة، دائما تسمعون هالجملة من الأكاديمية. ليش؟ لأن الوسيلة اللي هي الرابطة لها صلاحيات، احنا كقائمة ما نتمتع بهذه الصلاحيات، لكن هالشيء ما خلانا ان نوقف. مثل ما انتم تدرون نسب السقوط زايدة بالكلية، نسب الطرد وحالات الطرد اللي قاعد نشوفها اعدادها تخرب. القائمة الأكاديمية حتى وهي قائمة حاولت تتواصل مع الإدارة، نزلت بيانات بتويتر، اثارت الرأي العام، ضغطت على الإدارة باي شكل ممكن، بس لا تنسون ان احنا كقائمة ما عندنا صلاحيات الرابطة، وعلى الرغم من ذلك حاولنا كثر ما نقدر ان نغير احنا قائمة. من انزرع فينا من عقب الانتخابات اللي طافت كهيئة ان علينا مسؤولية نحقق للطلبة الرغبة اللي يبونها، وان نرد القائمة الأكاديمية لمكانها الصحيح. طيحت الفرق من 77 صوت لثلاث أصوات بس بسنة واحدة، كان أكبر دليل ان الجموع الطلابية ما تبي رابطة إلا بقيادة القائمة الأكاديمية. فاشتغلنا لمدة سنة كاملة بروح وحماس وطاقة الفوز بمساعدة القواعد المؤمنة بفكر القائمة الأكاديمية ودستورها ومبادئها. بعد ما تغير الفرق من 77 ل3 بأول اجتماع قاعدية للقائمة الأكاديمية، وعدنا القاعدية إحنا الهيئة إن أكاديمية إن شاء الله هالسنة راح تكسر سقف التوقعات، مثل ما أنتوا شفتوا خلال هالسنة أكاديمية أوفت بوعدها. فبمجرد ما أن إحنا انتهينا من انتخابات العام النقابي 2022 و2023 وشفنا فرق الأصوات هالكثر، عطينا وعد حق كل شخص من قواعد الأكاديمية أن طيحة الفرق هذه راح تعطينا دافع أكبر أن إحنا نرد وننجز بشكل أقوى بهدف خدمة الطلبة. فإحنا عطيناكم وعد أن الشغل اللي ما وقف بعد 77 ما راح يوقف بعد 30، وإن شاء الله أن إحنا كنا قد هالوعد خلال السنة اللي فاتت. كل هالتجارب شجعتني على أني أرشح نفسي في جمعية طلبة الطب الكويتية العام النقابي 2023-2024. داشين قوة ونسأل الله توفيق. بيكم تشوفون أكاديمية شنو راح تكون إذا مسكت الرابطة. وعد هالسنة إن شاء الله الرابطة بيد أكاديمية سيعودوا معقلين.